بسم الله الرحمن الرحيم. نظرة سريعة على الأوبشن، في بس نقطة أو نقطتين كنت عايز أقول عليهم. أول حاجة الإكسريف ديسبلاي، ده بيتحكم في ظهور الإكسريف، يظهر قوي ولا يظهر باهت. تمام. أوبن أند سيف، بنحاول نختار حاجة تكون تشاع عند كل الناس زي 2004. هنا الفايل أوبن، لما تدوس هنا يظهرك اخر كام ملف شغال ولا لا. اخر مثلا ممكن اخليه يظهر لي اخر ملف او اخر ملفين، اقصى حاجه عن 9. ديسبلاي فول باس ان تايتل، هنا زي ما شايفين بيظهر الاسم، بس لو انا عايز اظهر الفول باس بختار اعملها صح واقول اوكي، بلاقي الباس كله ظهر معايا. صراحه انا افضل ان الباس كله يظهر معايا، اساس لو في لوحتين بنفس الاسم اقدر افرق بينهم. بعد كده نيجي ندخل في الاوبجكت اي ار اكس، احسن حاجه عشان ما تحصلش معايا مشاكل، بختار كوماند انفوك. تمام. وبقول له لا ما تظهرليش الرساله اللي كل شويه يقول لي بروكسي انفورميشن دايلوج بوكس، مش عايز تظهر. وانا برضو بقول له ما تخليش تظهر، ده عن تجربه دي افضل بكتير. في السيستم بالله في الهلب في اوتوكاد 2011 بالذات، بيقول لي انت عايز، العادي بتاعه ان اي هلب انا بعوزه بيفتح الانترنت اكسبلورر ويبدا يخش على النت. لا انا عايز اقول له لا انا عايز، ما عنديش نت، خلينا في الديفولت سيستم براوزر بحيث ان انا مش محتاج النت خالص، انا عايز اشتغل عادي. تمام. هنا حكايه بقى رايت كليك كستمايز ولا لما تدوس كليك يمين ايه اللي يحصل، تبقى كان دبل يستقبلها على دبل كليك ولا يستقبلها ان هو يجيب لي قايمه. انا عن نفسي بفضل ان اقول له ترن اون، خليها حساس، ودي شرحناها قبل كده، بحيث ايه لو انا دوست دوسه صغيره يكرر لاخر امر، لو دوست دوسه كبيره يعمل لي شورت كات. تمام. بنخش برضو في السليكشن عشان دي ساعات بتقل الجهاز، شيل العلامتين دول عشان الجهاز يبقى سريع معاك. بعد كده بقول له اوكي، بتلاقي دي بعض الحاجات اللي انا شخصيا بستخدمها بتوفر لي وقت جامد. عمر سليم.